التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، وتواصلنا يستمر حيث يسير على بركة الله وتوفيق شوطنا 18 في تعداد أشواط صباحية هذا اليوم، وهو يعتبر ختام أشواطنا بالنسبة مع سن الإذاعة في هذا الصباح مع مسافة 4 كيلو مترات. هنيا لكل الفائزين في الأشواط الماضية، وحظ نوفر لمن لا يحلبوا الحظ في الأشواط الماضية، حيث نسير مع شوطنا 18 الخاص بالأبكار الإذاعة المهجنات الأصايل انطلاقة موفقة نتمناها لجميع المشاركين. نبدأ مباشرة بمقدمة الشوط ونتابع المركز الأول والصدارة الأولى، هذه هي الذيبة، الذيبة اللي تحت الآن مقدمة الشوط لسالم بن بلاع بدودة العامري، بينما في المركز الثاني شعار برويس اللي يتقدم مع ثاني المراكز ليقدم لنا مشاهدي الأعزاء رسمية حميد بن راشد برويس الاكتبي، بينما في المركز الثالث أرى الوصول والانطلاق من قبل راهية قطامي بن محمد بن ثاني السويدي، بينما هزر تحتل المركز الرابع بشعار سالم بن سيف بن مصبح المسافري، أما في المركز الخامس وفي المركز الخامس الشايبة لسلطان بن سيف بن معضد المشغوني تحتل المركز الخامس، بينما نقلتنا إلى المركز السادس وشعار هلا ومرحبا ومسهلا بشعار هلا اللي يتقدم على ظهر في أحمد بن علي بن سلطان السبوسي، يتقدم بهذه اللحظات ليقدم لنا مشاهدي الأعزاء في المركز السادس، بينما في المركز السابع الآن الغدوم من قبل اللي هي احترام عبد الله بن سعيد بن محمد بن زاهر الخيالي، وثامن المراكز هذه الآن تتقدم عسيلة الخليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري، أما في المركز التاسع اللي تتقدم فيه مشاهدين الاعزاء هذه اللي وصلت اهتمام سعيد بن سيف بن حضيرم الاكتبي، وعاشرا من الجانب الاخر براق لسعيد بن راشد بن دغيش. هكذا مشاهدين الاعزاء ومتابعين الكرام نتيجتنا للعشرة المراكز الاولى، وفينا لمسامعكم هذه الاسماء الغوية الحاضرة في هذا اليوم للمعركة الغوية في افتتاحية التمهيدي لسن الاذاعة. عودة الى مقدمة الشوط وعودة الى المركز الاول والصدارة الاولى، وهذه هي الان مسيطرة مع المركز الاول اللي غيرت هزر لسالم سيب مصبح المسافري اللي تحتل المركز الاول والصدارة، بينما في المركز الثاني الشايبة لسلطان بن سيف بن معضد المشغوني يتقدمونها لسفيحان من خلال تواجد اللي هي الشايبة وهي في قمة شبابها في هذا الاندفاع وهذا السن، بينما في المركز الثالث وصلت مشاهدين الأعزاء في بشعار أحمد بن علي بن سلطان السبوسي، يواصل المشاهدين الأعزاء ليحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع وفي المركز الرابع هذه تتقدم مشاهدين الأعزاء عسيلة لخليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري يحتل المركز الرابع، بينما في المركز الخامس وهذه هي براقة القادمة لسعيد بن راشد بن دغيش يحتل المركز الخامس، بينما سيل جارف من الأسماء والشعارات اللي قادمة للمناطق الأمامية مع الاغتراب من لوحة الإعلان الأخير، وهذه هي الآن اللي تسللت وغيرت إلى مقدمة الشوط والمركز الأول في هذه اللحظات. هذه هي هزر 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 مع أبو سيف سالم بن سيف بن مصبح المسافري، ولكن الآن غيرت في من الجانب الآخر، هذه هي في اللي غيرت بشعار أحمد بن علي بن سلطان السبوسي أحد الشعارات العملاقة بقيادة المضمر الكبير راشد بن سالم الهاشمي أبو محمد اللي راقبها في عملية التضمير من خلال تواجدها، بينما المركز الثاني وصلت هزر لسالم بن سيف بن مصبح المسافري، والمركز الثالث الشايبة سلطان بن سيف بن معضد المشغوني قادمة مع المركز الثالث، بينما في المركز الرابع أشوفنا الوصول من قبل احترام لعبد الله بن سعيد بن محمد بن زاهر الخيالي والمغامر، يصل مشاهدي الأعزاء مع عزامة وتحت العزايم غنايم مع المغامر عبد الله بن عتيب شامس العامري، لكن العودة إلى رعي هلا إلى شعار هلا إلى ايضا في اللي مسيطره في مقدمه الشوط في المركز الاول في هذه
لحظات احمد بن علي بن سلطان السبوسي. ركز يا ابو محمد، هنا الامتار الاخيره، هنا الامتار الاخيره وشوط الختام، وختامي ايضا وختامها مسك بالفعل. هذه الاشواط، ولكن في مسيطره، في مسيطره على الصداره على المركز الاول احمد بن علي بن سلطان السبوسي، بينما غادمه في المركز الثاني شايبه لسلطان بن سيب بن معضد المشغوني، والمركز الثالث احترام لعبد الله بن سعيد بن محمد بن زاهر الخيال. وصدرت التعليمات، صدرت التعليمات على في، هذه هي في، بسم الله بسم الله وما شاء الله. تحركت لأحمد بن علي بن سلطان السبوسي، بينما غادم احترام لعبد الله بن سعيد بن زاهر الخيالي. غير إلى مقدمة الشوط، غير إلى الصدارة، المعركة 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 في ختام الأشواط، وغيرت الآن احترام، انطلقت مشاهدين الأعزاء لعبد الله بن سعيد بن زاهر الخيالي. سلام يا بن زاهر، سلام. يختم ختام أشواط هذا اليوم بأداء احترام وانتزاع احترام لناموس هذا الشوط. تهانين وناموس المركز الثاني وصلت في لا أيضا أحمد بن علي بن سلطان السبوسي، بينما شعار أبو مطر اللي احتل المركز الثالث اللي قدم لنا مشاهدين الأعزاء اللي هي تهاني سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام النتيجة للثلاث المراكز الأولى. عودة إلى التوقيت الزمني وساعة وصول مشاهدين الكرام، ساعة وصول احترام إلى خط النهاية بست دقائق وعشرين ثانية. تهانينا لعبد الله بن سعيد بن زاهر الخيلي. هكذا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام نصل إلى الختام. نهني جميع الفائزين في أشواط صباحية هذا اليوم. حظ نوفر لمن لا يحلف الحظ في أشواط صباح هذا اليوم. كل الشكر لنادي دبي لسباقات الليجن، شكرا لفريق العمل الليجن المنظمة في ميدان سيف العرب. تقبلوا تحياتي وتحيات الكادر الإعلامي، استودعكم الله التي لا تضيع ودايعها، وإلى اللقاء.